بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكاف أعضاء منتديات تونسيا سعد، معكم أسامة حفصاوي. سوف نتطرق إن شاء الله في هذا الشرح إلى كيفية استعادة الملفات المحذوفة، سواء كانت من القرص الصلب أو الكارت ميموار أو الفلاش ديسك أو أي شيء. كل هذا يمكننا القيام به برنامج ريكيفا. نبدأ على بركة الله الشرح. أولا ندخل إلى موقع بريفورم، سوف تجدون الرابط أسفل الشرح. نختار من هنا داونلود، ثم ننزل إلى الأسفل ونختار برنامج ريكيفا. كما تلاحظون البرنامج يعمل على جميع أنظمة التشغيل. نضغط الآن من هنا على داونلود، سوف تظهر لنا هذه الصفحة. نختار من هنا داونلود فروم بريفورم، هيك نضغط هنا، ننتظر قليلا ثم نضغط ديماري. البرنامج بحجم 2.5 ميجا، انتهينا الآن من تحميل البرنامج. ها هو كما ترون. الآن نقوم بتثبيت البرنامج على جهازنا. نختار من هنا اللغة، أنا سوف أختار الفرنسية. نضغط على أوكي، ثم نضغط على سويفون جاكسبت، ثم أنستالي. هكذا انتهينا من التثبيت. نضغط على فيرمي. عند فتح البرنامج سوف تظهر لنا دائما هذه النافذة. نحن الآن لن نختار من هنا نبا افيشي سي اسيستون او ديماراج، بل سوف نضغط على سويفون. نضغط على سويفون. كما ترون ظهرت لنا قائمة لأنواع الملفات تيب دو فيشي. يمكنكم اختيار الملف الذي تريدون استرجاعه. مثال سوف اختار ايماج، ثم اضغط على سويفون. ظهرت لنا هذه النافذة التي عنوانها اون بلاس مون دو فيشي. إن كنت لا تعلم من أين حذف الملف بالضبط، يمكنك اختيار جنس ويبا سير. يمكنك اختيار هذا الخيار عندما تكون الملفات حذفت من الفلاش ديسك أو الكارت ميموار أو أي شيء، يعني توت لي ليكتور أموفيبل. من هنا لدينا دون مي دوكيمون، هنا لدينا دون لا كوربي. من هنا يمكننا تحديد الملف الذي حذفت منه أو الصور أو أي شيء، يعني يمكنك تحديد المكان بالتدقيق. نحن سوف نختار الخيار الثاني، وأنا سوف أقوم بإدخال فلاش ديسك به صورتين. كما تلاحظون الفلاش به صورتين، سوف أقوم بحذفهم. الآن الفلاش لا يوجد به أي شيء، يعني فارغ كما ترون. الآن نضغط على سويفون، ثم نضغط على ديماري. كما تلاحظون تم استرجاع الصور في وقت قصير جدا. الآن نقوم بتحديد الصور التي نريد استرجاعها، مثال هذه وهذه، ثم نضغط هنا ونختار المكان الذي نريد حفظ الملفات به، ثم نضغط على أوكي. كما ترون تم استرجاع الصور بنجاح. الآن سوف أشرح لكم طريقة العمل بالبرنامج عند الضغط على نبا افيشي سيت اسيستون او ديماراج. نفتح البرنامج مرة أخرى، نختار من هنا ne pas afficher cet assistant au démarrage، ثم نضغط على annuler. كما تلاحظون ظهر لنا البرنامج بواجهة رئيسية أخرى. نقوم بتعديل خيار بسيط. نختار من هنا option، ثم نضغط action هنا، ونضع علامة الصح أمام analyse approfondie، يعني فحص عميق، ثم نضغط على OK. طريقة العمل بهذه الواجهة سهلة جدا. من هنا نختار نوعية الملف، إيماج، ميوزيك، دوكيمون، أي شيء يعني.
من هنا نختار المكان الذي حذفت منه الملفات. من هنا يبدأ البرنامج بعمل الفحص. أكيد العديد من الأعضاء سوف يتساءلون، هل بعد القيام بفورمتاج للفلاش ديسك أو أي شيء هل يمكن استرجاع الملفات؟ نعم، بعد الفورمتاج يمكنك استرجاع الملفات. أنا سوف أقوم بعمل فورمات للفلاش ديسك وسوف أحاول استرجاع هذه الملفات. هكذا فورماتي. الآن نختار من هنا إيماج، ثم نختار من هنا الفلاش ديسك ونضغط أناليزي. العملية تستغرق بعض الوقت كما ترون، مرة 5 دقائق ومرة 10 دقائق. أنا سوف أقوم بقطع التسجيل وأعود لكم قبل نهاية الفحص. لم تبقى سوى 10 ثواني. كما تلاحظون تم استرجاع الصورتين حتى بعد الفورمات بنجاح. نقوم الآن بحفظهما مثال على سطح المكتب. نقوم بوضع علامة الصح أمامهم ثم نضغط هنا ونختار سطح المكتب ثم نضغط على أوكي. كما تلاحظون هذه هم الصور التي تم استرجاعهم أخيرا بعد الفورمات. هكذا أكون قد انتهيت من هذا الشرح. يمكنكم دائما زيارتنا على منتدى الشروحات بمنتديات تونيزيا سات. أيضا يمكنكم زيارتنا على الصفحة الخاصة بمنتدى الشروحات والدروس على الفيسبوك، وسوف تجدون رابط الصفحة أسفل الشرح. انتظروني إن شاء الله في شروحات أخرى قادمة.